طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. كيف أثرت المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات على الاقتصاد العراقي؟ أين الحكومة من هذه المكاتب التي تسيطر على موارد الدولة كالمنافذ البرية والبحرية؟ أين وعود رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي حول السيطرة على منافذ الدولة؟ هذه الأسئلة وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين حول دور الميليشيات ومكاتبها الاقتصادية. خلونا بالبداية نشوف لمقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، قيل بأنه أحد القيادات المنشقة من الميليشيات، وهو يتحدث عن دور هذه المكاتب الاقتصادية وعن فسادها في العراق. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة 2/7/2021. أخوتي وأحبتي، الكل يعرف ايش صار قاعد يصير بالعراق، بالنجف، بالمحافظات كلها، بالهوى سوى، ماكو واحد احسن من واحد. السبب الاول والرئيسي بيها الاحزاب الفاسده، الاقتصاديات الفاسده اللي جاي تعيث بالعراق فساد. اخواني جزاكم الله خير، انا هذا الكلام اريد اخذه وياي مع الله واروح بيه، ولا اترجى بيه رحمه من شخص ولا اترجى بيه عافيه من احد، وإنما أخلي يكون ضميري بيني لا بين الله سبحانه وتعالى مرتاح. الاقتصاديات هي سبب الخراب بالبلد، الاقتصاديات التابعة لكل الأحزاب، ماكو حزب ما عنده اقتصادية، ماكو كيان، ماكو تيار، ماكو ما عنده، كل عدم وكلهم قاعد يتقاسمون، وماكو اقتصادية تريد مصلحة البلد، وماكو اقتصادية تريد مصلحة المواطن. هذا اللي قاعد يصير بيكم هي من الاقتصاديات التابعة للأحزاب، والكل بدون استثناء، الكل عنده اقتصاديات. واللي يقول أنا جهة عدي ما عندها اقتصادية خلي طبلي على الخاص وطي أسماء الاقتصاديات مالته بكل الملفات، كل اقتصادية عندها ملف مستلمة حصة من كل وزارة. هذا اللي قاعد يصير بكم من الاقتصاديات، هذا اللي قاعد يصير بينا كله من الأحزاب، كله من الأحزاب، وماكو واحد أحسن من واحد، الكل مشترك بخراب البلد وبتدمير المواطن وبالحموضة اللي تارستنا هسه الأيام، الحموضة من قطعة الكهرباء. الكل مشترك، انت يا اللي تدافع عن حزب باوع نفسك، الصاير بحالك والصاير بمرضاك والصاير بأطفالك، انت باوع تشوف يعني، انت تبيع اخرتك بدنيا غيرك، هو يطق الاف الدفاتر وانت كاتلك الحموضة وكاتلك الوسخ وكاتلك العطش وكاتلك الجوع. شنو من ذلة، شنو من ذلة، هاي شنو من ذلة عليه من تلطمون، يجي محرم وصفر وهيهات من الذلة والنداء الامام الحسين، والتعايش بنص الذلة، بنص ذلة الاحزاب، بنص ظلة الاقتصاديات. لعنة الله على الأحزاب، لعنة الله على الاقتصاديات كلها، ولعنة الله على من يرضى عنهم وهو قاعد بنص الحموضة وقاعد يدافع عنهم. لا والله، لا عرف التتش على إيديه على عصة واطلع، التتش على عصة واطلع عليهم، التتش على عصة واطلع عليهم، وحي الله كل من يطلع عليهم، على ذول الأحزاب الفاسدة، على الاقتصاديات الفاسدة اللي كتلتنا وكتلة زعاطيطنا، في أمان الله. نعم، شفنا واستمعنا إلى حديث هذا الشخص الذي قيل بأنه أحد القيادات المنشقة بحسب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. إذن دور الميليشيات ومكاتبها الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد العراقي، وراح ناخذ دراسات لباحثين حول هذا الموضوع. بس عندنا اتصال لأبو محمد من كركوك، تفضل أبو محمد. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم، وياك أحمد من كركوك. أحمد من كركوك، تفضل عيني أحمد.
استاذ يعني اداوم بشركه مشاريع نفطيه حارس. نعم. وعندي خدمه 13 سنه ولسه انا عقد وسوونا قرار 315 ولعبوا علي انا لعبه قشره. يا ريت تنص التلفزيون الاخير حتى نفهم عليك. ماشي نصيته. نعم. شنو هذا 315؟ والله هذا عقد وزاري لعبوا علي انا طلع سليمه الجبوري قال هذا ايش اسمه قرار مخالف للقانون. ما في تغطيه ماليه لا زوجيه لا اطفال لا حافز كل شيء ماكو. والراتب 400,000 وصار لي 13 سنه في الدائره. نعم وما ثبتت. وما ثبتت لحد الان جاي يجي وراي وراي يتثبت وانا دحج. نعم. من عنده واسطه ويدفع إيه فلوس. والله اريد حل يعني هذا القرار وعدونا على الموازنه على قرار الموازنه، الموازنه انقرض صار 4 أشهر وماكو شيء. اي وننتظر ما اعرف رفعنا اسماكم ورفعنا وماكو كله كلاوه. زين انت من تراجع الدائره المختصه شو يردون عليك؟ يقول رفعنا اسماكم، يابا رفعت اسباله غير تجي الاسباخ وما تظل نايمه. بالوزارة. نعم. هذا بنج استاذي هذا بنج. ينطيك بنج ما كم شهر تبنج والنوبة ترد النوبة يبنجك. الله يعينكم. الله يعينكم. اي والله هذا القرار مو بس بالنفط اكو بالنفط وبالتربية وبالكهرباء يعني ملايين على هالقرار ناس تأذت حيل تأذت. اي نعم. اي فما يعني بتش توصلون صوتنا للجهات المعنيه. نعم. اي والله استاذ ان شاء الله يوصل صوتكم. انا اشكرك احمد من كركوك. كلا معنا ابو محمد من الموصل. تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. شلونك؟ يا هلا بيك. هذه الميليشيات ترى اشترت الموصل راح بنظر الموصل انهار. عايز اوصل لك هذا الخبر. سولف الحين بالذمه. سولف لنا بالله. سولف الحين بالذمه. والله صواريخ المصريين هنا على المنشآت كلها على هذه على الكهرباء. هاي وحده. باعوا المالك اشتراه. افتح دوم هذا. والكندي السلاح بقروفه. والسياب. والحلبولي. اليوم لا تتاخر منها من قبل 3 أيام الحكيم جعل موصليه سووا له عزيمه كلهم يعرفون الجنوب ما ينتخبونهم الجنوب شراب خوزلم هنا قبل بالصوت وسيارات دبلات هنا بالموصل يعني تصنفت حتى ترشيح انا اقول لك ماكو وانتخابات ماكو انتخابات نختار لنا واحد احنا اكثر انتخابات امانه الله الموصل فلا تجيب واحد راح ينتخب كلها على ذول الاولين كل هنا وزير احنا ما مره فتحنا 20 مكتب كل ما تقول شارع له مكتب قاموا يشترون صوت وسيارات وببلاد نعم زين السولف لنا على المكاتب الاقتصاديه اللي تابعه للميليشيات في الموصل ايش تسوي؟ قاعد تشتري مال وقاعد يقولوا انتخبوا الحكومه الاوليه ترى نعزيكم بعدين الشيوخ ذولا اللي على العظام ذولا ولد العظامه انت ولا الشيوخ ولا عيب عليكم تجوني انت تدخل هذول الميليشيات الايرانيين ايش خلوا علينا ولو دمرونا الدمر دمرونا هذا الاحزاب دمرتنا الدمر انت روحكم بيها ولدنا كلها بالسجون فوق 300,000 سني تجون تنتخبون هنا تنتخبون ولو هلته هذا شو نجيبهم علينا هنا المالكي والحلبوسي والفياض وجيتها ابو مازن يرجع يقول لنا الملايير مليارات ادفع على الارجاء والمليارات ادفع على الارجاء نعم والميليشيات الظاهرون واجعل الكباب قسم بالله العظيم البارحه بالكسكو ضربوا برجين قدام الحكومه وغلبوهم وهدوهم قلت كلهم مبلين وهدوهم الداعين امام الله هذه حكومه ايش؟ هذه حكومه ايرانيه ابن عمي هذا قاعد على كل شيء عيب علي والله والله انا كرسي مكان خمس سنوات موتنا موتين عيب علي هذا قاعد يشوف صار فينا انا قلت لكم كلام الشهر انت ابو الكلام قلت لك بغداد او حريجه او غريق مكتوبه من قبل 60 سنه من قبل 60 سنه واليوم شفني راح عقب بغداد
اللي شوفه بعيني سولف. ما نجينا على غير شيء. انا مفطرت لك خذوا لا خلوا علاوي لا خلوا ساحه. والله يقول لك تشتغل عامل كيف نشغلك ب 2000 3000 اشتغل. وهذول باعوا عرضهم، اريد اقول لك باعوا صوتهم، ترى يبيع صوتي بيعرضوا. مع الاسف. اي والله هذه حالتنا. الله المعين. اي والله رجال. أنا أقول أنا أختي، أنا أختي في مال الله. في مال الله أبو محمد من الموصل كان معنا. نرجع إلى موضوعنا، طبعا تعمل الميليشيات الموالية لإيران في العراق على اعتماد طرق لتمويل أنشطتها بعد انخفاض التمويل الإيراني من خلال استنساخ تجربة نفذها حزب الله اللبناني ودرت عليه ملايين الدولارات سنويا. طبعا تتمثل الطرق بالاعتماد على مصادر مالية محلية عبر فتح مكاتب لتوفير قروض ربوية، هذه أحدى المجالات للموظفين وللمتقاعدين بتواطؤ مع بنوك محلية وشركات مالية. في تقرير مفصل لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى قال بأن هذه الآلية تنتهك الشريعة الإسلامية، مما يثير الشكوك بشأن شرعية أيديولوجية هذه الميليشيات ويسلط الضوء على تصميمها على الاستحواذ على السلطة. جاء في التقرير الذي كتبه الباحث العراقي المتخصص في شؤون الميليشيات صادق حسان بأن الميليشيات المدعومة من إيران تحاول تغطية خسائرها المالية من خلال الإقراض الاحتيالي أو الربوي كما يسمى. عملت بعض الميليشيات مثل حزب الله والنجباء وغيرها إلى افتتاح مكاتب لمنح القروض المالية للموظفين والمتقاعدين ممن يحملون بطاقات الدفع الإلكتروني. ويشير التقرير إلى أن القصة تبدأ من إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن دعوة عامة للاقتراض خارج السياقات الإدارية للمصارف الحكومية وتسمى القروض الفورية، أي بأن طالب القرض يستلم المبلغ الذي يطلبه حسب راتبه في نفس يوم طلب القرض، وهذا الأمر مغري جدا لمن يحتاج هذا القرض المالي. يعني الجماعة علانية يشتغلون بالربا. ترشد هذه الإعلانات طالبي القروض عبر منصات مثل الفيسبوك إلى أرقام هواتف، وفي بعض الأحيان ترشدهم إلى أسماء شركات لبيع المواد المنزلية بالتقسيط المريح كغطاء للعملية الاحتيالية. بعدها يقوم طالب القرض بالاتصال بعد أن يزوده مسؤولو الميليشيات بعناوين مكان إجراء المعاملات الافتراضية أو الاقتراضية عفوا، وتجري غالبا داخل مكتب في بنايات أو عمارات معروفة. يضيف تقرير معهد واشنطن بأن هؤلاء المسؤولين يقومون بعدها بأخذ بطاقة الكي كارد اللي عليها أيضا شبهات كثيرة التابعة لطالب القرض، ويرسلونه إلى مكان آخر فيه سجل الموظفين والمتقاعدين المواطنة رواتبهم وفيها جهاز للبصمة. تستمر العملية أكثر من 5 ساعات، يتم بعدها إرسال الشخص إلى أحد المصارف الأهلية ليستلم المبلغ. والاستكمال العملية يبين التقرير بأن هناك شركة معروفة تتعامل مع الميليشيات في بغداد، وهي الشركة التي تمنح المبالغ بالدولار. يتم استقطاع مبلغ كبير في نفس اليوم من مبلغ القرض الممنوح للموظف أو المتقاعد، وكذلك يتم استقطاع مبلغ مالي مرتفع جدا شهريا. يعني على سبيل المثال مثل ما جاء بالتقرير، المقترض الذي راتبه 800,000 دينار عراقي إذا يريد يأخذ 2000 دولار، يتم استقطاع منه 300 دولار في نفس اللحظة، ثم يؤخذ منه شهريا 400,000 دينار عراقي لمدة سنة كاملة، أي أن المبلغ المستحصل في النهاية يصل ل5 ملايين دينار تقريبا، وهذا مبلغ باهظ جدا. معنا اتصال أم حسين. أم حسين من بغداد، تفضلي أم حسين. أم حسين من بغداد تفضلي. عندي والله عندي معاملة ودمروني بيها. شنو معاملتك؟ دمروني والله، ما التقاعد ما الشهيد، ويقولوا لي من حرب إيران ما إلي راتب، وشون أنا من حرب إيران ما إلي راتب؟ إيش وقت راجعتي أنت؟ وأنا قاعدة ما متزوجة، والشهيد يسمينا ما متزوج. تمام، إيش وقت راجعتي للدائرة؟ والله صار لي هاي بهاي السنة 8 سنين. نعم.
صار بهاي السنة، والله بهاي السنة صار 8 سنين ودمروني هذول الأذبتهم أمريكا علينا غضب. اي والله نثبتهم انتقلوا علينا هالإيرانية هالفرس هذول هالنجاسة هذول دمروني. شو يردون عليش دائرة التقاعد؟ شو يقولوا لك؟ يقولوا لي أروح للتقاعد، للتقاعد يقولوا لي، يقولوا لي أخت الشهيد مالها مالها راتبها متوقف من إيران. من حكيت اغتصاب، اغتصاب رايح والله، اغتصاب ودمروني والله دمروني. وأنا ما عندي حاد ومريضة جاي، الناس جاي تحسن علي. نعم. هو أخو. إيه والله جاي. هو الشهيد. الشهيد الله يرحمه أخوك لو ابنك. إيه والله أخويا، أخوي لا والله أخويا، وأنا أنا قلت أنا كنت لأمي أستنى لأمي وخلصت أنا أستنى وكيلة. وكيلة والله. ما عندك راتب رعاية اجتماعية؟ ما عندي لا والله ما عندي ما عندي. بس رحمة الله وانا قاعدة وحادي ومريضة وقاعدة دمروني والله دمروني. كيف حرب إيران؟ كيف حرب إيران؟ هو غير اغتصاب، اغتصاب هم لا يظل بالبيت قاعد هم قدامي عدمة. اي والله بس ما عندي وحالتي تعبانة بشكل. الله يعينك والله يفرج عنك ام حسين من بغداد. اي والله والله مصايب والله. نعم. مصيبه من الثقافه. الله يعين. شكرا جزيلا لك ام حسين من بغداد كانت معنا. طبعا خطوه القروض الربويه يعني هذه الخطوه وهذه العمليه هي مطابقه تماما لما قام ويقوم به حزب الله اللبناني منذ عده سنوات عبر مؤسسه القرض الحسن التي تعتبر أو تعتبر نعم مصرف الحزب في لبنان، تعتبر مصرف الحزب في لبنان ومصدرا رئيسيا من مصادر تمويله وتبييض أمواله. يعود افتتاح هذه المؤسسة إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيلها بصفة جمعية خيرية، في حين أنها باتت اليوم تقدم قروضا بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، وتمنح قروضا مالية بالدولار مقابل رهن الذهب أو وضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة. طبعا تقرير سابق نشرته وكالة رويترز في يوليو الماضي تحدث عن قيام طهران بتقليص التمويل الشهري للميليشيات المسلحة البارزة في العراق بسبب الأزمة المالية الناجمة عن العقوبات المالية الأمريكية وجائحة كورونا. وذكرت رويترز بأن تقليص المخصصات المالية أثر على عمليات الجماعات المسلحة واضطرها للبحث عن مصادر تمويل بديلة للعمليات العسكرية والأسلحة كمصالحها التجارية الخاصة. وكان تقرير سابق لموقع الحرة أشار إلى أن الميليشيات المتنفذة في العراق ومنها حزب الله والعصائب والنجباء تمتلك أصولا اقتصادية وسيطرة على نشاطات تجارية مشبوهة وخارجة عن القانون، وتدير هذه الميليشيات أيضا نشاطا لتهريب البشر في مناطق غرب العراق مقابل أموال هذه مقابل أموال. طبعا هذه الدراسة بعنوان على خطى حزب الله ميليشيات طهران في العراق تعتمد أساليب مالية جديدة، وهذه الدراسة كما أشرنا يعني نشرت على معهد واشنطن للدراسات. نعم معنا اتصال عبد الوهاب من بغداد. تفضل عبد الوهاب. عبد الوهاب نص التلفزيون. عبد الوهاب أنا أعتذر من عندك عبد الوهاب، للرجاء الرجاء اللي يريد يتصل ينص التلفزيون ومو قاعد بنص أهله وهم يسولفون ونص الجهال. نعم طبعا يعني وصف مقال نشر على صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 6 أغسطس 2020 وصف الحياة السياسية في العراق بأنها تشبه حرب العصابات، إذ يجري الصراع على السرقات بمنتهى الهدوء، ففي كل وزارة هناك فصيل حزبي وعسكري يسيطر عليها. قال بأن الصدريين لهم وزارة الصحة ومنظمة بدر استحوذت على وزارة الداخلية، بينما يسيطر تيار الحكمة على
وزارة النفط كما جاء في هذا المقال. طبعا على الرغم من تلقي الأذرع العسكرية التابعة للحج الشعبي رواتب أفرادها من خزينة الدولة والتي تقدر بحدود 2.5 مليار دولار إلا أنها لا تتبع التسلسل العسكري للقائد العام للقوات المسلحة وتتصرف وفقا لتحالفاتها مع الحرس الثوري الإيراني وتعمل في خدمة الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة على مختلف مستوياتها. تشير بعض المصادر إلى أن ميليشيات الحشد وخصوصا ميليشيا العصاب وحزب الله والنجباء وبدر وأنصار الحجة وجند الإمام وكتائب الإمام علي وسيد الشهداء تسيطر على الاقتصاد العراقي وتعمل على خلق موارد مالية لها من خلال جب الأموال وفرض الأتاوات على العراقيين وتهريب النفط الخام والمخدرات وتبييض الأموال وتحصل على أكثر من مليار دولار شهريا هذه الميليشيات. طبعا تعد المكاتب الاقتصادية للميليشيات التي أنشئت بعد طرد تنظيم داعش في المناطق المستعادة مصدر دخل مهم لهذه الميليشيات، مكنها من السيطرة على الحركة التجارية داخل المدن وفرض الإتاوات وابتزاز التجار ورجال الأعمال، بالإضافة إلى السيطرة على المشاريع الاستثمارية في المدن المحررة واشتراط الحصول على أتاوات من التجار والمقاولين في مقابل السماح بأي عمل أو مشروع في مناطق نفوذها. طبعا استغلت الميليشيات التي تتواجد مثلا في الموصل من بينها العصائب سرايا الخرساني اللواء 30 الشبكي لواء بابليون حزب الله، استغلت العقارات التي كانت في حوزة داعش وخصوصا تلك التي لم يعد إليها مالكوها الأصليون وحولتها إلى استثمارات لمصلحتها أو مقرات ومكاتب لها. هذا بعض ما جاء في دراسة للدكتورة هدى النعيمي بعنوان الميليشيات الموالية لإيران تحديات تواجه استقرار العراق. معنا اتصال أبو عبد الله من أربيل، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحييك على البرنامج. حياك الله يا أهلا بك. تفضل عيني. والله أنا استفسار صغير، أعرف البرنامج مالك عزيز الفيشي، بس أريد أسأل بالنسبة للدستور العراقي الحالي في مادة الدين اللي هذول بالقيادة العظمى وكان العظمى كل معناته، يعني شلون هذا كان قيادة العظمى عليه إدارة. ممكن تعيد لي السؤال أبو عبد الله مرة ثانية؟ لأن الصوت ده يقطع. بالنسبة للدستور بالنسبة للدستور العراقي. نعم الدستور شو بيه؟ الدستور العراقي. في مادة عن القيادة العظمى. إيه؟ إيه. بالنسبة لمادة هاي مال القيادة العظمى، أي بس إحنا عندنا هسه رؤساء كتل وأحزاب بنسبة كبيرة. وهذول طبعا اغلبهم القواد هم هذول الصف هسه يكونون منظمه بدر وغير بدر وكل هذول الشرطه قتال الجيش العراقي. من زمان نعم. من هذول مال العراق يعني ليش مواطن بسيط اذا اي شيء يسوي هذا يسوي خيانه عظمى، هذا الجاسوس هذا هيك هذا هيك قصد يحكمون البلد يعني. هذا بالنسبه لهالموضوع هذا يعني ابو عبد الله. ابو عبد الله نعم. انت بعد العام 2003 بعد العام 2003 وبالتحديد في عام 2005 وباشراف المحتل الامريكي تم كتابه دستور بمشاركه هذه الكتل والاحزاب التي كانت في ايران وغير ايران، فسووا الدستور على مقاسهم. اما اذا تحكي على موضوع الخيانه، انت عندك دليل واضح وبتقرير لجنه برلمانيه، اذا ناخذ على سبيل المثال سقوط الموصل بيد داعش. اللجنة البرلمانية بالتحديد اللجنة الأمنية في البرلمان في ذلك الوقت حملت صراحة سقوط الموصل بيد داعش، بدت حملت رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي والقيادات الأمنية، ما حد حاسبهم، ما حد حاسبهم. نعم صحيح. فالقانون والدستور هم يفسروه على اللي يريدوه. نعم
أنا أشكرك أبو عبد الله من أربيل، كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو شيماء من بغداد. تفضل ابو شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. استاذ قلت تحددت، قلت اللي يهربون للحشد الشعبي، منين هاي المعلومات اخذتوها؟ يعني تهريب السلاح وتهريب المخدرات وما اعرف شنو. والله هذه دراسات منشوره وموجوده في الواقع العراقي. استاذ انت استاذ راح اذكر لك، لا راح اذكر لك انا، لا 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 راح اذكر لك، راح اذكر لك انا. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ 11 تموز 2020 راح الى منفذ في محافظه ديالى، تمام، وطلع على وسائل الاعلام وقال نخول فقط القوات الامنيه بالسيطره على هذا المنفذ وابعاد اي جهه للسيطره عليه، وتعهد بارجاع كافه المنافذ الحدوديه المسيطر عليها كما قالها هو بعظمة لسانه من قبل جهات متنفذة وإرجاعها تحت سيطرة الدولة والحكومة. هاي هم تنكرها؟ أبو شيماء انقطع اتصال. أبو علي من الناصرية، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك أبو خطاب، الله يسعدك. حياك الله، يا أهلا بك، أهلا بك، الله يسلمك. الله يحييك أخي العزيز. الله يحفظك ويخليك. أخي العزيز، يعني بعض المتصلين وبعض يعني من يتكلم على هواه، وهؤلاء هم دائما يدافعون عن الميليشيات والأحزاب الحاكمة التي لا تريد خير. هؤلاء يا سيد الكريم لا وطنية في عروقهم ولا حب للعراق لديهم. هؤلاء عملاء دخلاء على هذا البلد الذي حقيقة احتار بهم الشعب العراقي. أنا بس أريد أقول للشعب العراقي، أنتم إيش وقت يعني نايمين؟ إلى متى يعني هذا النوم؟ يعني ناس مستفادة يا أبو خطاب، وتأخذ رواتي وتأكل كباب وتأكل صمون وتشوي ومتونسي، وإحنا ولد الخايبة ولد الناصرية ولد الجنوب شعب عين ضيم وقهر. يعني إحنا ما عدنا وين نولي، نسلي بنبوك، حاشا لله ذلك. احنا نسوي ناس فقره ونريد خبزه من حلال. نعم. زين انتم صار لكم 18 سنه دمرت العراق دمار علينا، بس جماعتكم وربعكم تطونها وتفرهدون بخيرات هذا البلد. يا استاذنا العزيز، هؤلاء نفس الحاله، الانتخابات اجت ولا ما اجت هم راح يصعدون على الكرسي ويرجعون مره ثانيه يحكمون العراق. تدري ليش؟ لان هذول ماخذين تعهد على نفسهم من الخامنائي من خميني من ايران بانه يبقون عملاء نمن يسلسون العراق وينهبونه وكل شيء ما يخلون به. يا عمي ملينا يا شعبنا يا عراقنا يا معودين، اطلعوا سندونا احنا ثوار الناصريه
وطلعوا ويانا، ما يصير يعني طلعنا بالحبوبي، اجانا جميل الشمري كتن، اجانا ابو القباع الزرقاء كتن، اجانا عمار كتن، اجانا قيس كتن، الى متى يعني احنا هيك نبقى تحت رحمه هاي الاحزاب؟ والله يا اخي العزيز يعني اكو مدن تدمرت، ما حصره عليك تجيب طاري قائد حزب، حصره عليك تحكي. هسه كهرباء صار لنا اليوم يعني شكل لك يمكن اسبوع ماكو، يطوها ساعه نص ساعه وراح. زين انت المنافذ وينها تقول مسيطر عليها وتقول بيدي؟ وشو بيد الميليشيات والاحزاب بعد خيرات العراق؟ نعم يا ابو خطاب يا حبيبي، والله هذا كله اعلام. رئيس الوزراء ما يقدر يسوي شيء وما يقدر يقرر وما يقدر اي شيء نفذه، دول هم المتحكمين بالسلطه وهم راح يرجعون نفسهم. الحل ثوره عارمه لجميع اطياف الشعب العراقي، يخرج من الشمال او من الجنوب الى الشمال حتى نكنسهم ونخلص منهم. يعني تحبون ايران اكثر من العراق؟ المن جاي اني حاكمين العراق الى هيك حبكم لايران، الى حبكم للسعوديه، الى حبكم التركيا، الى حبكم ما ادري يا دوله. احنا ما نريد اللي يحب دول الجوار، احنا نريد اللي يخدمنا يحب هذا الوطن ويخدم هذا الوطن ويقدم خدمات لهذا الوطن، حتى لا يقولون انا بس على ايران قاعد احكي، ما انا جاي اشوف مصايب ايران ومصايبكم هنا بالعراق. فيا ابو خطاب ماكو حل غير الثوره العارمه، ولو يعني شيوخ العشائر احنا حقيقه ما اعتقد يسوون لنا حل، لان كنا نتامل منهم ان يطولنا فتوى، يطولنا يعني شيء مثلا نستند عليه حتى نخلص. يا اخي انا قاعد اتحدث لك من معاناه شارع حصر عليه اللقمه، حصر عليه العمل. نعم. البلد متدمر، قاعدين بالبيت ولا تطلع، وكورونا وجابوا كذبه كورونا وشقل لك وباء وما ادري شنو، هي كلها كذب. هذه لعبه سياسيه امريكيه صينيه سووها ويردون يدمرون اقتصاد العالم. والبرميل عندك سعره 75 دولار وصل، وكله بجيوبهم وبوق وقارين الموازنه على غير سعر، وهذا كله بوق، والشعب هالجوعان وكهرباء ما عند. ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المعين، الله يفرج عن شعبنا. أنا أشكرك أبو علي من الناصرية، كان معنا اتصال أسامة من كركوك. تفضل أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شرف الحضور. يا أهلا بك. الله أشكرك على هذا البرنامج. الله يسلمك. والعاملين في هذا البرنامج. الله يخليك. يفضل معاناة الشعب العراقي. الله يسلمك. بالنسبة لموضوعكم، بدي اعقب على هذا المتصل ابو شيمان من بغداد. هذا احتراماتي لك وللسامعين، هذا يخالط نفسه وكانه العراق محبوب من جنة وصار مثل اليابان او صار مثل انجلترا. نعم. ميليشياوي وانت مع الميليشيات. موضوعنا الثاني استاذ عمر حول العراق وبالاخص المعضله اللي كثرت الحرمه الكهرباء. الكاظم يقول هناك جميع مسلحه لتفجر ابراج الطاقه. زين يا كاظم، ما تعرفهم كما طرحت القبض عليهم وانت رايت الوزير الاول بالدوله. اذا تعرف من يفجر الطاقه، اذا تعرف من يقتل المتظاهرين وانت خان الساكت. نعم. اسمعك عيني. إيه، وهذه ما الانتخابات كربت عاد ربيه يجون يوزعون الفرشات وباب تشاف واحد ينتصر القصة الصيف. نعم. شوف الكسر مالك من وصلت تهانا بالعراق. شوف سأل عمر أجل لك الله كسر مال مطي أعمى، لأن الناس كاتلها الحار والهجم والصفات والفرشات وبطانيات واسول في التعمالة مالتهم. نعم. وبس الله اللي فيهم بالدنيا وبالاخره ويطلع خيرهم وعرامهم. شكرا. اسامه من كركوك كان معنا. ابو شيماء من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل ابو شيماء. راح اسوي سؤال عمر، اسوي عصبي شويه. لا ليش اصير عصبي؟ مو هاي انت رجعت اتصلت. لا استاذ عمر، اسوي عصبي هسه شوي. شلون؟ على استاذ عمر خلي شوي يصير عصبي. لا ليش اصير عصبي؟ تفضل. انت على الهواء تفضل. الو. ليش اصير عصبي؟ الو. اسمعك. الو. اسمعك. مرحبو. نعم. مو هذا هسه شلون ما يصير عصبي؟ اللي يقول لك واكثرهم للحق كارهون، هسه انا حكيت الحكايه يعني اللي يحكي على العراق هذا يطلع لي واحد يعني انا الحمد لله انا رجل مواطن عادي. تمام. لا من كبر حزب بس انا احكي الحق.
هذا يقول لي ابو شيء ماشي يقول وذاك يقول ابو الناصريه لحظه ابو الناصريه من تقطع الجسور وتحرق التيارات وتطب الدوائر وتهزع المحافظ هذا حرام حلال عليك وانا من ناحيه الحق حرام علي ابو الناصريه انا من اهل الناصريه ساكن ببغداد واعرفكم انتم شنو انت من الناصريه تتحدث لهسه بالقيم وتقول هذا تابع لي عيب عليك شوي انا رجال الناصريه بس انا ساكن يعني اسالك سؤال ابو شيماء تفضل عيني ابو اليوم وين. انت ما عندك 18 سنه لا كهرباء ولا مي ولا خدمات بس خليني اكمل اسالك انا اكمل سؤالي ولا عندك وظيفه ولا عندك مستقبل لك ولا لاطفالك من تطلع تظاهره سلميه ويتم قتلك في فرنسا انت شايف فرنسا وامريكا من يطلعون تظاهرات ويصير عنف يسدون الشوارع ما صار السرقات بالناصريه ما فاتوا المتظاهرين وسرقوا محلات الناس ما باقوا دوائر الدوله طلعوا بتظاهرات سلميه وقتلوهم ان كان بالناصريه ولا بكربلة ولا بالبصره ولا ببغداد والله استاذ عمر والله نعم. والله كجماعه راحوا اي انت عليهم دول النشطاء شلون ضحكوا عليهم اخي بس قل لي اخي بس والله ماشي بس اصبر علي ده اقول لك انت كل شيء ما عندك من مقومات الحياه هم من قطع اتصال انت ما عندك مقومات الحياه البسيطه وتزعل والله ليش يطلعون تظاهرات شنو هاي الذله شنو هاي الذله يعني اللي يطلع يكتب منشور على الفيس او على تويتر تلقى الجيوش الالكترونيه التابعه لل رؤساء الأحزاب والزعامات ما شاء الله مراقبي يطلع تظاهرة هذا مخوش آدمي يظل قاعد ببيته ساكت يطق القهر والظن والله عجيب يا أبو شيماء عجيب أنت حرفتنا عن الموضوع إحنا الموضوع مالتنا عن المكاتب الاقتصادية على كل حال طبعا دراسة للكاتب والباحث العراقي الأستاذ شاهو القرداغي جاء فيها بأن الميليشيات الموالية لإيران تلعب دورا سلبيا تجاه الاقتصاد العراقي وتشكل عائقا أمام مسيرة التنمية الاقتصادية ومشاريع التطوير والتقدم والازدهار في الدولة كما تترك آثارا كارثية على مستقبل البلاد وتؤخر من عجلة النمو الاقتصادي كما جاء في كتاب العنف المقدس للكاتب الدكتور حمدي بشير علي جاء في فصول هذا الكتاب النفوذ الاقتصادي للميليشيات والأمن الإقليمي قال بأن الميليشيات تتنافس من أجل السيطرة على الأرض والثروات واستقطاع أكبر جزء ممكن من إقليم الدولة والسيطرة على الموارد والتركيز على التواجد في المناطق الغنية بالثروات والموارد والتحرك أيضا للسيطرة على الموانئ البحرية وممرات التجارة الداخلية والخارجية ليصبح المنطق الذي يحكم تحركات الميليشيات هو المنطق الاقتصادي والهدف هو تعظيم أكبر استفادة اقتصادية من الحرب والنزاع الداخلي والعمل على استمرار النزاع بمختلف الوسائل الممكنة وهذا يعني أن استمرار الحرب يخدم الأهداف الاقتصادية للميليشيات وتصب في تحقيق أهدافها كما جاء في هذا الكتاب معنا اتصال أبو علي من المدان تفضل أبو علي حياك الله وحيا ودوم أهلا وسهلا بك المجاهد حياك الله يا هليلي ما عليك جود الله يسلمك الله يخليك أحيي عراقي من الشمال إلى الجنوب نعم الله محييك بس عندهم مداخلة كل متصل عراقي شريف ومداخلة للوطن نعم يا أخي من واحد يعبر عن رأيه يعبر عن معاناة الشعب ما أريد لأن الشعب العراقي جاي تصنف والدول جاي الشاهد ما يشوفه على الإذاعة ما أريد واحد يطلع ويظل يكب الشخص المقابلة تشحشيت وهذا تشحشيه مو لايف إحنا عراقيين إحنا إن شاء الله أخوان سنة وشيعة نعم بلد واحد ما اريد نحكي عن بغير اسلوب يعني هذا طلع دار الناصرية وهذا طلع دار شيش اذا واحد يحكي يعبر عن رايه نعم. عن الظلم اللي شافه على الشعب العراقي احسنت يخلص ما له شغله بالمقابله نعم وانا اعتذر اذا كنت غلطان بهذا الحكي مالتي لا كلامك عين العقل الله يبارك بيك ويسلمك الله يسلمك وانا اشكركم واحييك على هذا البرنامج الشريف الله يسلمك ويخليك انا اشكرك أشكرك أبو علي من المدائن كان معنا معنا اتصال آخر محمد من ديالة تفضل محمد السلام عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك حياك الله حيا قناة الرافدين يا أهلا بك الله يسلمك ويخليك الله يحفظك أخي أستاذ يرحم والديك يا كهرباء ماكو خدمات ماكو
يجيك ابو الكهرباء، يجينا ابو الكهرباء كل شهرين وقال لي 80,000 هي هون الكهرباء ودورون جور كهرباء من عندنا. نعم. ايه بخصوص هذول سجناء هسه يعني عندنا والله ولد بريء يعني كل عشائر مال دياله تبريك اياه. خذوه للسجين ضيعوه صار له 5 سنين بالسجن والنائب القاضي من دون ما يشوف اوراقه قبل ترخى 15 سنة. زين والاحترف عليه طلع حسب الاحترف عليه طلع يم اهله. والولد هذا البريء راح بالسجن بيها. نعم. 9 نفرات برقبته، هسه لا راتب لا ام الله وكيف اشوف حالتهم تمشي عليهم. نعم. وانا من طريق قناتكم وجوكم الكريمه وانت استاذ معروف واذا وصل صوتنا على هالناس الابرياء ولد اسمه صفاء حميد قرنفل والله ضيعوه خطيه هيجي. من ياسنا ومن اخذه؟ تعرف التوجيهات المعنيه تاخذه. ياسنا اخذوه؟ اي عمود وقت. صار تقريبا 4 سنين 5. وما تعرفون هو بيا مكان؟ احنا هسه عرفنا لقى هو الحكام هسه بالمطار مال بغداد. خذوا الجرائم مال مندلي. اول شيء خذوا المديريه مال بلد روز من دون ما علي امر قبض، خذوه من البيت. نعم. بس هي شغله يعني مال فلوس، هم خذوه عمود واحد زنقين اموره عدله هو يشتغل فلاح وياه. نعم. الزموا ذاك الفلاح قطوه خذوا من عنده قشه وهذا الصبي راح بيها لبسوه عليه ارهاب وعبوات وتفجير وما شنو. هو رجال الله وكيلك مزكى من كل العالم. احنا بطلنا عنا الخدمات ما نريد لا كهرباء ولا مي، بس خلي يجوزون من الناس يعني هاي الناس والله العظيم تمشي على حالها. نسال الله ان يفرج عن جميع الابرياء. اني اشكرك محمد من دياله، كان معنا ابو سجاد من الانبار. تفضل ابو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ يا هلا بك استاذ. احنا مسافرين من جرف الصخر. صار لنا اليوم نحن. نعم. لا حد قال لنا يشتغلون، احنا بنص العرب. نعم. لا منظمات تجينا، المخطوفين راحوا، انا انا 4. أخذوهم حزب الله ولحد الآن ذاك يوم واحد. نعم. أريد نشوف العالم. قبل كنا ندون الناجد الخيرين، هذا عم الناجد الفاسدين. نعم. حطوا شوفونا صورة حزبار مثلاً 2 سنين عمي قاعدين بالمخيمات من يوسف جرامي. نعم. نسأل الله أن يفرج عن جميع العراقيين. أبو سجاد من الأنبار كان معنا. طبعا من ضمن يعني المكاتب الاقتصادية أو طرق الميليشيات اللي هي معروفة منذ العام 2003 هو موضوع تهريب النفط. يعني بحسب يعني الميليشيات سيطرت على حقول نفطية صغيرة في مناطق كالعلاس والقيارة والنجمة، وقامت بالاستفادة من شركات نقل وإمداد وشحن تسيطر عليها. طبعا هذا جاء في تقرير لمركز أبحاث مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، وفي تقرير استقصائي لوكالة يقين قال بأن العراق خسر جراء عمليات التهريب تهريب النفط ما يقرب من 2 مليار دولار خلال 18 شهر فقط، يعني سنة ونص. هذه الخسائر التي وثقت بحسب هذه الدراسة. أضف إلى ذلك السيطرة على المنافذ الحدودية، ومثل ما تحدثنا بأن مصطفى الكاظم العام الماضي راح إلى منفذ حدودي بين العراق وإيران بالتحديد في محافظة ديالة وتعهد بإسناد المنافذ الحدودية والبحرية بيد القوات الأمنية، ولكن ما زالت هذه الميليشيات تسيطر على هذه المنافذ وهذه الموارد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.